السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الله النهاردة إن شاء الله 18/9 في الفيديو تقريبا في سلسلة الفيديوهات فلفل الألوان الصيفي. الفيديو النهاردة تقريبا رقم 18. الفيديو النهاردة عايزين نقول فيه إيه؟ عايزين نقول فيه النهاردة إن النهاردة 18/9 معانا لحد 15/20/10، معانا من النهاردة شهر تقريبا أو شهر إلا نقدر ناخد فيه على قد ما نقدر نحضر تحضير فوق في الفلفل بتاعنا في الشواشي بتاعتنا اللي هو المنظر ده كده. عايزين نكتر ده الاحجام دي كده، عايزين نكترها في الفتره اللي جايه اهي اللي نبيت عليها في الفتره اللي جايه. وبنقول ان اهي يعني حاجه زي دي برده كده اهي اهي المنظر ده كده، احنا عايزين نكتر ده في الفتره الجايه. معانا النهارده من النهارده اسبوعين ثلاث اسابيع، المنظر ده اهو اهو معانا من النهارده اسبوعين ثلاث اسابيع من النهارده لحد 15/10/20/10 اصناف في الصيف بتاعتنا فترتها في العادي في اللي جاي حلوه، يعني انها تقدر في الفتره الجايه تديني عادي كويس في الفتره بتاعت درجه الحراره اللي جايه في ال 20 و25 يوم اللي جايين دول مع درجه حراره الليل المثاليه بالنسبه لنا، نقدر ناخد منها احسن عادي ممكن لو احنا اشتغلنا صح. ان شاء الله صح يعني ايه؟ مطلوب من حضرتك رشه بورون والبنه المحترمه وراها رشه كالسيوم بورون محترمه، تكررها بعد 8 ايام او بعد 9 ايام ندي رشه بورون ثاني محترمه مع رشه كالسيوم محترمه، مع ان احنا كمان في الفتره ديت عايزين نحافظ على الخير اللي عندنا القديم اللي عندنا دوت، عايزين نحافظ عليه لان ده خير ربنا مديهولك، احنا عايزين نحافظ عليه. فرصتنا في اللي جاي النهارده في الصيف بتاعنا كان في مشاكل كتير عند اغلب الصيف بتاعنا. في النهارده في التوقيت اللي احنا فيه ده في ناس عندها بياض دي شديد جدا مقصر الصوبه وموقع الصوبه منه، في ناس ثانيه عندها ذبابه جامده او من جامد فموقع الصوبه منه، في ناس عندها نيماتوده جامده او اعفان جامده في الجدر تحت فموقع الصوبه منه. فالنهارده فرصتنا بنقول في اللي جاي ايه؟ انت في الفتره اللي جايه الحب اللي هيقعد عندك النهارده دوت والحب الموجود عندك ده معاك فترة الشتاء لو قدرت تبيت عليه النهارده كويس عندك تقدر تاخد فيه اسعار كويسة قبل ما الشتو يخش معانا اللي هو الزرع جديد دلوقتي، يبقى الشتو اللي زرع جديد هو المنافس لينا في اللي جاي. طب احنا النهارده لو قدرنا نرفع كفاءة الشجرة بتاعتنا النهارده ونبيت عندنا رزق اللي هو الصغير اللي احنا قلنا عليه دوت رزق معانا يقعد معانا لحد نص اتنين ناخد منه على الهادي زي ما احنا عايزين وفترة اسعار كويسة، والقديم اللي عندنا دوت لو انا عايز اسرع اللون بتاعه اقدر اكشف قدام الثمار بتاعك، لو انا عندي الكثافه الخضريه بتاعت الشجره كلها تسمح وكويسه ومش هيبقى في خلل فيها اقدر استعجل اللون دوت بان انا ادخله اضاءه كده. يبقى انا بقى ايه بشيل شويه اوراق من قصاد الحب اللي هو عايز اللون بستعجله في اللون، بس بشرط ان يكون بعد الحصيله بتاعتي بعد ما اشيل الكام ورقه اللي انا شلتهم دول يبقى الحصيله اللي عندي المتبقيه عندي سليمه وبكفاءه وبكميه تقدر تغذي لي بقيه الشجره. بقيت الحبه على الشجر، يبقى لا مانع ان انا استعجل اللون ده كده، لان قلنا احنا اغلبنا طالعين دلوقتي في الصيفي على مشاكلنا اللي تعرضنا لها في الصيف السنه دي، عندنا مشاكل كتير دلوقتي. طب وسيله ثانيه ان انا برضو اقدر الون بيها واسرع اللون بيها قبل الشتوي، يبقى احنا كل كلامنا بنقول اكتر اللي بايت من عندي من دلوقتي في ال 20 يوم اللي جايين دول برشتين بروم والبدن برشتين كالسيوم، اسرع اللون زي ما انا عايز قلنا في الفتره اللي جايه ديت بان انا ممكن اكشف حوالين القرون سنه لو انا عندي اللي هيتبقى بعد التكشيف كويس، وممكن ادفي كمان الداير بتاع الصوبه بتاعي، احنا زارعين تحت نت فاقدر لو انا اقدر اركب بلاستيك في الداير بتاع الصوبه يبقى انا بقى بعمل تدفئه سنه نوعا ما فبسرع كمان باللون بتاعي. اللي عنده بياض دقيق ما ينفعش يبيت دلوقتي على يخش عليه الشتاء وهو عنده بياض دقيق الشجره هتقع مني، اللي عنده النيماتودا تحت ما ينفعش يخش وهي عنده حتى لو كفاءه النيماتودا هتقل في الفتره اللي جايه في الشتاء لازم نسيطر عليها عشان اقدر اخد القرون اللي عندي ديت، اللي عنده برده مشاكل ذبابه لازم يقدر يسيطر عليها قبل الشتاء، اللي عنده مني لازم يقدر يسيطر عليها قبل الشتاء. فاحنا بنقول دلوقتي احنا كلنا النهارده يعني الا من رحم ربي يعني هي كل واحد بيحاول يلم نفسه وبيقول يعني اللي جاي يمكن ان شاء الله يكون هو ده المكسب او لسه في ناس بتلم مصاريفها فيه في اللي احنا في الوقت اللي احنا فيه ده، فاحنا محتاجين كل قرن في اللي جاي، يبقى عيب قوي الذبابه تغلبني، عيب قوي المني يبقى عقبه قدامي، عيب قوي يبقى النيماتودا عقبه قدامي، عيب قوي تبقى الدوده الخضراء عقبه قدامي، كل دي مشاكل نقدر نسيطر عليها في الفتره اللي جايه بحيث ان انا ابيت نضيف. وزي ما قلنا ان شاء الله ربنا يوفق الاسعار اللي جايه في اسعار كويسه ان شاء الله، لان برده السوق يعتبر فاضي، الصيف طالع مجروح كل واحد عنده مشاكل اللي مكفياه، والمحير اللي معانا برده كل واحد عنده مشاكل اللي مكفياه، فما فيش انتاجيه عاليه زي كل سنه ولسه الشتاء بتاعنا لسه بيتزرع دلوقتي، ففرصتك في اللي جاي ان الاسعار تعوض لك المصاريف بتاعتك. فكل قرن النهارده ليه ثمن، كل قرن موجود عندي ليه ثمن، كل قرن اقدر اقعد بيه النهارده ويجي لي النهارده قبل الساعه لحد قبل 20/10 ليه ثمن.
فبنقول من فضلك ما تتهونش ما تيأس، لسه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين نقدر نلم نفسنا وربنا يرضينا ويبقى في مكاسب ان شاء الله في اللي جاي. يعني يا رب يكون يفيد دوت ايجابي رفع روح معنويه فيه شويه ملحوظات كده، يعني جت في بالنا قلنا نفكر فيها بصوت عالي مع بعض، بنذكر بيها بعض، بنرفع من همه بعض، بنرفع من نشاط بعض، من بلاش التعقيد بلاش الياس، نقدر ان شاء الله نلم نفسنا في اللي جاي وربنا يكرمنا ان شاء الله ويرضينا ويبقى في مكسب باذن الله. يا رب لو كان الفيديو ايجابي وعجبكم بنقول لك لو بتتابعنا من الفيس من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا من اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في قناه، انا معكم اشرف هندوي للتواصل متابع 0478761966. شكرا.